تحية خالصة من أخيكم عبد الله بن منصور، وأقول لكم مرحبا في موضوع جديد متعلق بالاحتياجات الضرورية واللي خصها تكون متوفرة لنا. ضروري أننا نتكلم في هذا الموضوع لأن عنده أهمية كبيرة من أجل ترويح على النفس. ضروري الخروج من البيت، وأهم حاجة اللي ستكون متوفرة في أي مدينة هي البنية التحتية، حال مثلا المساحات الخضراء والفضاءات خاصة للترفيه عن النفس والحدائق العمومية. فبلا هاد الشيء اللي ذكرت غيبقى المواطن مسجون في داره، وإلا ما خرج يدور يتفسح شوية لبرا غادي بلا شك يشعر بالملل والاكتئاب في النفس وما تبقاش قانتو على خاطره. الله عز وجل هي الأرض اللي غيعيش فيها بني آدم قبل ما يخلقه، وحتى وجد له كل ما غادي يحتاج. عاد قال له كون فكان. لكان الله جعل الإنسان هو الأول في هذه الأرض لكان يعيش في أسوأ الأحوال، ما غادي يلقى ما يأكل ولا ما يشرب ولا طبيعة فين يتنزه. الإنسان خلق الله حر، من حقه يعيش كيف بغى، يمشي فين ما بغى. لذلك الله جلت قدرته كيعرف مصالح البشر ووفر للإنسان أماكن فين يوجد الراحة الشاملة، ومن أهمها الطبيعة بما فيها الغابات والأنهار شواطئ البحر، بالإضافة للحقول والمزارع، وبلا ما نساو الأعمال التي يقوم بها الإنسان فيما يخص البنية التحتية، وعلى رأسها الحدائق الخاصة والعمومية والفضاءات الخاصة بالنزاهة. نفس الأمر كيتطبق على الأشخاص اللي كلفتهم الدولة بقيام بمهام متعلقة بالبنية التحتية وكتخصص لهم ميزانية كبيرة من أموال الشعب من أجل سد حاجيات المواطن. كما أشرت في البداية اللي صعيب على أي واحد يبقى أكثر من 24 ساعة وهو جالس في الدار ديالو بلا ما يخرج لبرا. كما هو معروف عند كل واحد اللي الأطباء المتخصصين في مجال علم النفس كيوجهوا نصائح لكل الأشخاص اللي كيعيشوا مشاكل صحية مثل الجهاز التنفسي. الحل الأساسي هو تغادر البيت ديالك، وبالطبع تصيب المكان اللي يناسبك وقريب من السكن ديالك وفيه الشروط المطلوبة بحال السقايات ديال الماء والمراحيض، سلات مهملات، كراسي وطاولات، ومرافق الخاصة بصحاب الكلاب، وفضاء فين يلعبوا الدراري الصغار إلى آخره. هنا كيجي الدور ديال الناس المعينين أو المعنيين بالأمر اللي هما المجالس البلديات واللي واخدين على عاتقهم مهمة التشييد كل هو متعلق بالبنية التحتية، واللي من بين المهام ديالهم السهر على توفير فضاءات وخدمة الشعب لكي يفرضها الدستور أي القيام بواجبه. أولا خاص ولا بد تكون عندنا فكرة موحدة، وقبل ما ننتخبوا على أي مرشح يقولنا أولا شنو هي الأولويات اللي خصنا والإنجازات اللي يقدر يعملها. إذا ما كانش عندنا هدف واحد وما عرفناش شنو باغيين، ففي هذه الحالة المرشح أو المرشح من ينجح في الانتخابات غادي يدير غير اللي يعجبه ويتجاهل كل الوعود اللي قدمها الحملة الانتخابية. إذن مرة خصنا
نفيقوه ونفكروه باللي مازالين كنتظروا منه يوفي بكلمته. ففي اي مدينه كتدخل ليها وبغيتي تعرف ما مالها، لاحظ البنيه التحتيه والانجازات اللي فيها، وشوف واش كاين شي نظافه، واش كاين حدائق فين ترتاح، واش كاين ملاعب وقاعات رياضيه، معاهد ثقافيه ومساجد للصلاه. سنعطيكم غير مثال بسيط متعلق بخدام الدوله في اسبانيا. طبعا ذكرت اسبانيا بحكم كنعرفها مزيان وعايش فيها مده طويله. وما بين خدام الدوله الرؤساء ديال البلديات اللي كاينين في اسبانيا كيتنافسوا على شكون اللي مدينته احسن من الاخر، وكل مره كتبان انجازات جديده ومشاريع، وهذا التنافس اللي بيناتهم كيساهم في تقدم البلاد ويخلي الساكنة راضية، وكيزيد يشجعها في المزيد من الاقتراحات بين السكان والرؤساء المجلس البلدي وإلى أعلى سلطة في البلاد. كاين النوع اللي كيوجد الراحة ديالو في الدار، يعني يقول كذا الخروج للزنقة ما عندي ما ندير به، تيد هي راسو في الأشغال ديال الدار. يعني من طبعا النساء أغلبية تلقاو الراحة ديالهم لأنهم تيوجدو العمل في الدار أكثر ما هو في الزنقة. أما الرجل ملي كيدخل الدار ما تلقالو حتى شي عمل، تلقالو إلا غير يتفرج في التلفازة ويسمع الأخبار ويصلي إلا كان تيصلي، وهذا هو الشغل ديالو. يعني كيدخل الدار صافي كتنتهي المهمة ديالو ديال الزنقة. بينما المرأة لا، المرأة كتلقى الشغل كتلقى عندها يعني كتشغل ببالها باش كتحضر مثلا الماكلة تصبن الحوايج، الأمور كلها كتشغل البال ديالها كتعمر الأوقات ديالها الفارغة. ومع ذلك هو الإنسان ضروري أنه يخرج يضرب شي دورة شوية على برا، يعني خصوصا الرجال مثلا ماشي غير يخرج من الدار يمشي للقهوة، يعني ما تبدلت عليه حتى شي حاجة، لأنه غادي يخرج من مكان ويمشي لمكان وما كاين حتى شي فرق، غادي تبقى غير الناس والصداع وكل واحد يخيب بالغاء يعني والناس من الجامعة غير باش يشاركوا الهضرة والكلام والأخبار. ولكن الإنسان في الحقيقة هو محتاج للراحة، راحة الضمير، يعني باش يسترح شوية من الانشغالات ديالو، من العمل ديالو، من المشاكل الدار ديالو. خاص من يخرج خاصو يلقى فين يمشي، ماشي ضروري انه يمشي غير للبقايا. المقاهي ماشي ماهياش نقولو تابعة للبنية التحتية، يعني البنية التحتية وهي مرافق وفضاءات واسعة يوجد فيها الناس، الإنسان فين يتنفس واحد الهواء الطلق نقي، يلقاو الدراري الأطفال فين يلعبو بدون تهديدات ديال حركة السير، بدون أي خطر. وفين كيكون هاد الشيء؟ طبعا يكونوا في الحدائق، يكونوا في الفضاءات الخضراء، يعني في مساحات خارج على المدينة أو في الغابات. والشيء طبعا هو اللي مسؤول عليه هما رؤساء البلديات. هنا راح نتكلم على هذا الموضوع لان اول حاجه خصهم يهتموا بها هي البنيه التحتيه، هي انهم يوجدوا فضاءات واماكن لاجل الراحه. هذا هو الهدف. يعني كنعرفوا بان الدوله راه كتنفق اموال من اجل هذا المشاريع والإنجازات اللي هي محتاجة لها
قتلها جميع المواطنين عندي. أنا الدولة هنا كتفكر في الراحة ديال باش الإنسان يشعر بالراحة والاطمئنان والسلام، باش يعاود يرجع للعمل ديالو وهو مرتاح وهو مطمئن أنه يؤدي الواجب ديالو على أحسن ما يرى. هذا هو الهدف. طبعا الإنسان اللي غيخرج من دارو وما يوجد حتى شي مكان اللي يلقى فيه الراحة، كراسي في إنجليز في الحدائق، يعني إذن ما كيفاش غادي يكون الشعور ديالو؟ طبعا هو مقبل الغداء غيمشي للعمل ديالو ويرجع، أو التلاميذ يرجعوا للمدارس ديالهم، ويقضيو يعني ما تبقى من الوقت كله غير في الدار والغوات ديال الوالدين والصداعات، أو خرج مثلا للزنقة ديالو الكل كيغوت عليهم ويجري عليهم، ما عندهم فين يمشيو لأن ما كاينش شي فضاءات خاصة فين يلعبوا الدراري بدون ما يزعجعوا الجيران ولاد الحومة. يعني الناس الحقيقة كيجي واحد الوقت تيبغيو الراحة، بحال دابا الناس اللي في ديورهم تيبغيو شوية الراحة، وتينوضوا الدراري بدا يغوتوا كيلعبوا وتيعبروا على المشاعر ديالهم، ولكن هذاك الشيء في نفس الوقت كيجعز الناس الساكنة اللي ذلك كيضطروا أنه يخرجوا يغوتوا عليهم ولكن هذا خاصو، هذا هو اللي كنتكلم عليه، الحل أنهم يوجدوا فين يلعبوا الدراري، فين يقضوا الأوقات ديالهم. وكذلك حتى الناس الكبار والصغار كلهم يلقاو يعني فضاءات خاصة فين يمكن لهم يدوزوا واحد الوقيته واحد السويعة يعني مزيانة، ومن بعد ما يرتاح الضمير ديالو يرجع بحالته للدار ديالو بكل اطمئنان. وهذا هو الهدف. يعني الانسان يعني الحكومات، نعطيت مثال على هنا اسبانيا، بان هناك كما قلت في البداية يعني المسؤولين والرؤساء ديال البلديات كيتنافسوا بعضياتهم، كيتنافسوا تيبغي ان مدينته تكون احسن من المدينة ديال اللي المجاورة لها، وهذا هو اللي كيجي يشجع ان المدينة تزيد قدام وتبان يعني باش نعرفوا حنا المدينة يعني مالي المدينة او السكان اللي في المدينة يعني كي داير السلوك ديالهم، غير المظاهر اللي كنشوفو ملي كندخلو كنشوفو الحدائق، كنشوفو مشاريع يعني منتجات كثيره ومشاريع وكل هذه كلها كتدل على ان الناس خدامين والناس كيبغيو بلادهم وكيبغيو مدينتهم. هذا هو المهم.